بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد العزيز حسن في دورة الفوتوشوب CS6 تحت رعاية أكاديمية موقع وقف أونلاين. نقدر نتكلم كان المرة فاتت على أوبشن الكونتنت أوير موف تول. نقدر نتكلم على أوبشن جميل جدا اسم الكونتنت أوير. كونتنت أوير أوبشن منشق، أو الكونتنت أوير موف تول ده أوبشن منشق أصلا من كونتنت أوير. أنا شرحت طريقة مختصرة ليه الدرس اللي فات، بس المرة دي هنشرح بطريقة مفصلة أكتر. نفتح الصورة نستخدمها. صورة الحصان ده، بفرض إن أنا مش عايز الحصان ده في الديزاين بتاعي، هعمل الكلام ده إزاي؟ أول حاجة هبدأ أعمل سيلكشن على الهورس أو الحصان ده. سيلكشن كده بسيط، مش لازم يكون احترافي قوي، لأن إحنا كده كده هنوسعه او هنكبره شوية. ماشي، ناخد الشعر معاه ودان بالشكل ده، تمام. نحاول منخرجش بشكل كبير اوي عن الحصان، يعني على قد ما نقدر نبقى السليشن بتاعنا دقيق سنة شوية. انا عملت دلوقتي سيلكشن باي اداه من ادوات السيلكشن، تمام. بعدين هروح على سيلكت واقول له موديفاي واقول له اكسباند، واقول له مثلا خليها 20 بكسل. طبعا 20 بكسل هو هنا في اجزاء من شعر الحصان من تحت مش موجوده، فهزودها. هقوم جايب اداه اللاسو تول مثلا، واقوم داي الشيفت وابدا ازود الاجزاء اللي بره دي بالشكل ده، تمام كده. الجزء ده برده يزود، بعدين نبدأ نزود الجزء ده الصغير ده بس كده، نزود الجزء ده برضو، تمام. وبعدين من edit اقول له fill، ومن fill هيختار content aware واقول له اوكي ونستنى لما يخلص تحميل. جميلة جدا جدا جدا، شايفين ولا كأن كان في حصان هنا اصلا بالشكل اللي انتم شايفينه، تمام. احنا ممكن طبعا لو في جزئيات زي دي بسيطه ممكن نعدلها من خلال الاوبشن بتاع الهيلينج سبوت والباتش تول. يعني مثلا انا عندي الباتش تول هنا المفروض يبقى فيه جزئيه ال السور ده، صح؟ فممكن نعملها عن طريق الاله دي. بمعنى ايه؟ تعالوا كده نحدد المفروض هنا يبقى فيه سور، نحدد الجزئيه دي ونطلعها على الجزء بتاع السور بالشكل ده، تمام. برضو ممكن ناخد جزئية السور دي او الجزء الاخير من تحت كده، تمام، ونرفع الجزء ده على السور اللي فوق بالشكل ده. بالطريقة دي نقدر نخلي الاداة بتاعتنا او السور بتاعنا كامل، او الصورة كأنها فعلا مفيش حصان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اداة رائعة جدا جدا جدا، جميلة جدا جدا، بسيطة الاستخدام. طيب تعالوا مثلا ندوس دبل كليك على الاف ده ونقول له اوكي، ونعمل سيلكشن كده هنا، تمام، واقول له ديليت. بعد ما اعمل سيلكشن ادوس ديليت هيتعمل لي ديليت بالشكل ده. طيب وبعدين اجيب اداه زي ادوات السيلكشن هي ماجيك 1 تول وادوس هنا عشان احدد الجزئيه دي، تمام. بعد كده اقول له اديت واقول له فيل واقول له كونتنت اوير. شايفين؟ شايفين؟ رائعة رائعة رائعة. هو هنا عمل ايه؟ هو هنا توقع الأجزاء اللي هتبقى هنا هيبقى شكلها عامل ازاي؟ وأخد من الأماكن اللي جنب السليكشن بتاعي وكمل السليكشن بالشكل اللي أنتم شايفينه، يعني هو تقريبا أخد الجزء ده ومكرره بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، تمام؟ أداة رائعة جدا جدا وبتسهل علينا كتير جدا من المشاكل. طبعا هي ما رجعش الجزء ده زي ما كان، يعني ما رجعوش بالشكل ده في هنا ابيض وبتاع، لا هو بصوا الفرق، شايفين؟ بس في الاخر اداني صوره متكامله المعالم،
ما اقدرش اقول غير اداة رائعة جدا جدا. الاداة دي موجودة في السي اس 5. الاداة بتاعت كونتنت اوير موف تول مش موجودة غير في السي اس 6 فقط. طبعا الاداة بسيطة وسهلة، وزي ما تشوفين تطبيقاتها جميلة جدا، وممكن نعمل منها تطبيقات كتير جدا جدا وملهاش عدد. اتمنى يكون درس النهارده سهل وسلس. ان شاء الله اشوفكم الحصة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.